صباحكم الخير متابعينا، حاليا متواجدين على سفينة المنامة، احدى السفن الحربية لمملكة البحرين والمزودة بمدفع امامي، والحين بنستعرض وياكم الخصائص مالتها. مني مهبط الطائرات العمودية، طبعا تهبط فوق وتنزل بلفت مثل ما نقول احنا لفت وتنزل مني، الله يحفظهم ان شاء الله. وهذه المدفع الخلفي حق سفينة المنامة، طبعا مدفعين مع بعض يغطون 180 درجة. أحسن شيء في سفينة المنامة 4 صواريخ على السفينة. من سفينة المنامة إلى سفينة بينونة اللي تم تصنيعها بالكامل في الإمارات. ومن سفينة بينونة إلى سفينة مملكة البحرين صبحة. سفينة صبحة شاركت في حرب الخليج الثانية، وأيضا شاركت في عملية إعادة الأمن في اليمن الشقيق بالتعاون مع قوات التحالف. سفينة صبحة اللي تشوفونها قدامكم مكونة من 7 طوابق مهيئة لصد أي هجوم بحري أو على سطح البحر أو تحت سطح البحر، مجهزة بأجهزة تراست متطورة وقدرة عالية على توجيه صواريخها باتجاه الأهداف الثابتة أو المتحركة فوق وتحت سطح البحر. أكثر من 60 دولة حول العالم اجتمعوا في بايدك وفي المنامة، رفعوا أعلام بلادهم ولافتات تشرح ما يقدمونه، لكن علما واحدا خفاقا كان يحتضن الجميع، علم مملكة البحرين الذي يجسد معاني السلام والدعوة لغد أفضل لكل شعوب العالم. من هنا من سفينة صبحة نختتم تغطيتنا لأهم معرض في البحرين، ودمتم دائما في سلام، في أمان الله.